أعزائي المشاهدين، نرحب بكم مرة أخرى ونعود إلى استكمال هذا الحوار مع الأستاذ خالد الجهني. أستاذ خالد، قبل الفاصل سألتك عن رحلة الاعتقال إلى مبنى التحقيقات وإلى السجن، يعني هل لك أن تحدثنا عن كيفية التحقيق الذي جرى معك؟ هل كان هناك محامي؟ عن الأساليب التي اتبعت؟ عن التهم التي وجهت لك في تلك التحقيقات؟ وفي الحقيقة لما ألقوا القبض علي، طبعا نقلت أولا في داخل الحي الذي أسكن فيه، كان يوجد قصر نسميه نحن فيما بيننا قصر المباحث، منزل عادي ليس له ما يميزه إلا يعني أشكال الاحتياطات الأمنية، خرسانات وحراسة أمام المنزل. أدخلت لهالمكان ومن ثم تم نقلي بواسطة ضابط من المباحث أيضا وعنصرين من المباحث إلى مكان يسمى بين الناس السجن سعد، وهو أكاديمية الأمير نايف، وهو مكان الاعتقال والتحقيق الذي يتم الاعتقال الناس والتحقيق معهم في بالذات في الأمور التي تتعلق بالمباحث وما يسمى أمن آل سعود. التحقيق معي لم يكن يعني بذاك الجدية، لأني أعتقد أنه لم يكن مطلوبا الكثير من المعلومات من شخص مثلي لا يعرف شيئا وليس له علاقات بأحد، وهم نشيطين جدا ويعرفون تقريبا ملف أي إنسان في هالبلد، متابعين، بالذات أني لم أكن يعني من النوع اللي يتحرج من الحديث عنهم في أي مجلس أو في أي مكان، سواء في العمل أو في الجلسة مع الأصدقاء. أتحدث بكل أريحية عما أشاء، وإن نلت محاذير آل سعود فلم أكن أهتم كثيرا لهذا الأمر، الأمر الذي جعلني أتعرض لعدة مرات في عملي، استدعى وأسأل عن كلمات قلتها في آل سعود أو في مواقفهم أو آراء. إذن ما الفرق هذه المرة؟ يعني أنت متعود على الحديث عنهم، إذن ما هو الفرق هذه المرة؟ هل لأنه أدليت بها للبي بي سي يعني؟ المفاجأة التي حدثت التقائي بالإعلاميين فيما سبق كانت أحاديث مع الأصدقاء أو في العمل ليس لها ذيوع ما يعني يفعلها لقاء إعلامي مع قناة مشهورة مثل البي بي سي. إذن ما هي كيف يعني حققوا معك؟ سألوك عن ماذا؟ عن حديثك للبي بي سي؟ عن حضورك لساحة الاعتصام؟ يعني عن ماذا كان الحديث؟ في مرات التحقيق المحدودة لعلها تكون 3 مرات استدعيت وسئلت يعني عن علاقتي بحركة الإصلاح، الفقيه، المسعري، الناشطين اللي في الخارج، هل أعرفهم، هل لي علاقة؟ يعني أنكرت ذلك تماما، وإن كان لي يعني مشاهدات مثل هالبرامج من باب الفضول أطلع إلى ما يقال عنهم وأعرف ما يقول مثل هؤلاء الناشطين، لكن علاقة حقيقية لم يكن لي ثم علاقة بهم. هل تعرضت إلى يعني أي شكل من أشكال تعذيب جسدي نفسي خلال مكوثك الشهرين؟ أنت قلت يعني ماذا تعرضت وكيف كان يجري التحقيق؟ هو الإيذاء يعني تحديدا كان إيذاء نفسي أكثر من جسد، يعني الإهمال وعدم الاكتراث بك وجعلك تجلس أياما دون أن يحدثك أحد أو يطلب منك أحد شيء، رهن التحقيق وأنت لا يحقق معك إلا في مرات قليلة، أيضا ضغوطات عليك، ضغط نفسي، جعلك تمكث تحت ضغط نفسي رهيب عن طريق عدم منحك الوقت الكافي للنوم، إزعاجك، إيقاظك في أوقات متفاوتة، يطرق العسكري عليك الزنزانة الانفرادية، يأمرك بالوقوف إذا بدأت بالنوم،
يفتح الباب فجأة ليوقظك. طبعا معروف ان الزنازين الحديدية فتحها واغلاقها يصدر صوت حديد، الحديد يصدر صوت مزعج. هل كان معك معتقلين في التحقيقات؟ يعني هل تعرضوا مثلا سمعت تعذيب، صراخ، صياح؟ في التحقيقات تستمع إلى صراخ مساجين يعني يعذبون، تستمع إلى أصواتهم، تسمع صيحاتهم، استنجادهم، صراخهم، ترى أحيانا أشخاص محمولين في حالة إغماء. في أثناء التحقيق رأيت شخص كان قد أغمي عليه ويحملونه لنقله من هذا المكان إلى المكان آخر، وكان المحقق يقول يعني يصرح بذلك، يقول يعني استعجلوا حتى لا يموت هذا الشخص. لا أدري هل هذا حقيقي أو مجرد محاولات ترهيب لي، لكني أسمع من ذلك كثير. أسمع شيوخ يعذبون، أسمع مرضى يصرخون. نوعية الأشخاص الذين، هل كلها تهم سياسية يعني في هذا المبنى، أم تهم مختلفة يعني الأشخاص اللي يؤتى بهم؟ هذه المواقع اللي ذكرتها السعد ومثل هذه السجون لا يعني يدخلها أحد بأي جريمة جنائية، فقط فيما يتعلق بحريات الرأي وأيضا الجماعات المتشددة. أقول على الجماعات، يعني أنت هم قدرت تعرف مثلا إذا كان متهمين بالإرهاب أو هالقبيل كانوا معك بالتحقيق، يعني عرفت بشكل أو بآخر إذا كان في معك؟ طبعا انت لا ترى احدا، يعني انت تكون مقيد الرجلين ومقيد اليدين ومعصوب العينين، لا ترى، تعتمد على حاسة السمع في كل هذه الامور. اذا بعد انتهاء التحقيق ما هي التهمة؟ طبعا طبيعي ما كان عندك محامي بالتحقيق، لم ينتدب ولم يسمحوا بهاي الفترة، هل سمحوا لك الاتصال باهلك؟ هل قدروا يجوك الاهل فترة التحقيق؟ في فترة التحقيقات الشهرين هذه ممنوع عليك الاتصال بأهلك أو حتى توكيل محامي أو الالتقاء بأي شخص من أي نوع. معزول عن العالم الخارجي. معزول وتسير. انتهت الشهرين، ما هي التهمة التي وجهت لك بعد انتهاء التحقيقات واللي نقلت على أثرها إلى سجن حائر؟ أنت لا تعرف شيئا، أنت مغيب تماما، لا تدري عن الواقع شيئا. حينما أخذوني بعد نهاية التحقيقات في الشهرين الأولين قالوا لي أتاك إفراج، استعد للخروج، كنوع من التحطيم لمعنويات السجين تعمل مثل هذه الأشياء، يقال له أنت لديك إفراج وستخرج حالا من السجن فاستعد. تبتهج وتعتقد أن هذا الأمر حقيقي، لكن كان كله ضغطا نفسيا آخر بأسلوب آخر، والخبث لهم أساليب كثيرة في الضغط النفسي. إذا نقلوك إلى سجن حائر، يعني بقيت في السجن وما تعرف لا تهمة موجهة لك، لا انتدب محامي، هل تم اعتقالك مثلا وفقا لقانون مكافحة ما يسمى مكافحة الإرهاب، أو يعني هل من شيء يعني قالوا لك ما هو السبب؟ لا تخبر شيئا في هذا السجن، أنت خارج السيطرة، يعني أنت مجرد يعني شيء يحركه السجان، ينقلك يمينا ينقلك يسارا، لا يحق لك حتى السؤال، وإن سألت فلن تحظى بإجابة، هم يحركونك كما شاءوا. يعني حسب القانون السعودي يفترض الشخص أنه يلبث بالتحقيق، ممكن حسب قانون مكافحة الإرهاب إلى حد 6 شهور، يعني أنت بقيت تقريبا أكثر من سنة في سجن حائر، يعني اعتقلت في مارس، شهرين في التحقيقات، ثم نقلت إلى السجن، وبقيت طول هاي الفترة إلى حين الإفراج عنك وأنت لا تعلم أي تهمة وجهت لك ووفق أي قانون وما هي الجريمة اللي ارتكبتها. لا تخبر بذلك أبدا، لا تخبر بجريمتك ولا فعلك ولا أي شيء، ولا حتى عقوبتك، لا تدري أنت تبقى في هذا السجن
إلى أمد معين ولا إلى ما لا نهاية؟ إذا نتحدث هسه على سجن حائر، من انتقلت إلى سجن حائر هل كنت في زنزانة انفرادية أم لا مع باقي السجناء؟ وما هي نوعية السجناء اللي موجودين في هذا السجن؟ في البداية بعد نقلي جلست قرابة 4 أيام في زنزانة انفرادية أيضا في سجن الحائر، ثم بعد ذلك أتى عسكري وأمرني بالحمل كيس ملابس في اللبس الذي علي ولبس آخر طبعا مميز ألبسهم يعطونك إياه، تجرد من ملابسك مجرد دخول وتمنح زيا خاصا بهم، ثوب أزرق معروف سيء السمعة، وغيارين داخليين، وأمرني بالخروج معه لا أدري إلى أين يأخذني. ثم فتح غرفة بها بشر، أخيرا التقيت ببشر بعد 2 شهر، وأدخلني وبدأ الأخوة يستقبلونك يعني المساجين بالأحضان ومرحبا وأهلا. يعني كنت معروف لديهم أو أخبروني فيما بعد أنهم سمعوا بما نوعية فعل. السجناء كانوا في حائر هل خليط جنائيين سياسيين أو لا فقط معارضين سياسيين جميع السجناء في الحائر وفي سجون المباحث السياسيين ليس لهم علاقة بأي جرم جنائي أبدا. إذن أنت مكثت في سجن حائر أكثر من عام تقريبا، وأكيد هنالك قصص كثيرة، يعني نرجو أن تحدثنا عن بعض منها ولكن بعد هذا الفاصل. أعزائي المشاهدين فاصل ونعود إليكم، فابقوا معنا.